واخا انا غادي نسولكم اسئله سطحيه. اي واحد كيكون مريض عنده حاله مركبه شي شويه او مرض مشترك مع العائله مع الام او مع الاخوات كما راه وقع لكم نتوما بالضبط، الجني اللي كيكون عندكم او العوارض اللي كتكون في الاجسام كيكون عندهم مصادر ديال الطاقه، عندهم مصادر كيتقووا بها. اما دوك المرضى كلهم كيتاثروا في العين الحسد، عشان كنضحك تخيل هذا ياك، اما كيتاثروا في العين الحسد كلهم، اما كيتاثروا في العقد كلهم، اما كيتاثروا في الحصون كلهم، اما كيحسوا بان حقيقه عندهم عقد في الجسم ديالهم في المفاصل والعظام، ولا كتجدد لهم اسحار في المنام. دابا نتوما من خلال هذا الكلام اللي قلت شنو هي الحاجه اللي كتحسوا بها كاينه عندكم بزاف؟ تجديد الاسحار في المنام. ثلاثة بكم؟ انا ما كناكلش طرق ماشي دابا هي كتشرب زيدي. انا قلت لك جوج مرات يمكن ثلاث مرات احنا كناكل لحم الخنزير اللي حتى تبقى ليا فافل قلتيها لي هذه وابار كناكل عليه بعض المرات وبعض المرات كنشقوا عليا هذه ما قلتهاش لك شي حد ما كيخلينيش ناكل. واخا نسولك انت قلتي دوكا بلي كاين اسحار مجدده عندكم ثلاثه بكم ولا انت لا؟ لا ضمن بزوج بكم عندكم سحر مجدد. هي دائما كتفيق الصباح تقول لي ما كليت امس دائما كتقول لي كليت يقدر يقدر يكون بغا ينسيها. واخا الا قلنا السحر المجدد هو رقم واحد عندكم انتم كيتجدد دائما السحر في الاحلام اكل 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 هذا رسمي يوميا واخا شنو حاجه اللي تحطوها مورا حاره العين والحسد او لا تحطوا العقد تحط الحسد او لا الحصون لحقاش الحصون بزاف حصون عقد حصون سمعنا واخا اهم حاجه هي الاسحار المجدده في الاحلام الاكل مراها العين والحسد حاره العين والحسد عاد كيجي مراها الحصون والعقد هكذا. وانتم دابا حاليا في هذه الفتره اللي راكم تتبعوا فيها الرقيه هنايا كتجدد لكم الاسحار في الاحلام باقيين كتاكلوا؟ انا مزيان عطاها نصها ديال التمر ولا لا؟ الا ما تعطاش الصفه ديال التمر حنا شادين الماء وكنطبلوا فيه البارح حطيت ديك مع الحليب ما حلمتش باقي حلمت تبان معاهم انت نورمال تعطيهم التمر حصلوها فيك باش ما تحصلش فيها. واخا غادي تبديو من اليوم غادي تجيبوا واحد جوج كيلو ديال التمر. انتم ثلاثه بكم جيبوا ثلاثه كيلو ديال التمر. التمر ما يكونش معجن بزاف داك اللي مكرفص مجعفن وما يكونش في نفس الوقت صغير ما يكونش كبير. التمر يكون صاين مجموع صاين. وغادي تجيبوا كل وحده فيكم تجيب غرام ديال كاين هنا الزعفران شعره ولا عندكم مزيان الزعفران شعره كل وحده فيكم جوج غرامات ديال الزعفران شعره وكيلو كيلو ديال التمر و100 غرام ديال الحبه سوداء غبره اولا 50 غرام المقدار اللي غادي قدكم صافي. وكل وحده فيكم تختار الحاجه اللي ما كتقدلهاش. كاين ماء الورد وماء الزهر مثلا انت لو كنعطيوك ماء ورد ولا ماء زهر تشميه غادي تلقاي واحد فيهم ما عجبكش داك اللي ما عجبكش هو اللي تستعمليه وانت عاود كذلك وانت كذلك. غادي تشدوا داك التمر وتضربوه بالسكين واحد الضربه خفيفه هي التمر تضربوها بحال هكا تحلوها حله صغيره تحيدوا العلفه ترميوها وتعمروا في بلاصه العلفه ديال التمر وسط التمره الراس ديال المعلقه صغيره ديال الحبه السوداء غبره بودر وثلاثه ديال الشعرات ديال الزعفران شعره ولا زوج قدرتوا تحسبوهم ثلاثه حسن ثلاثه تعمروا تسدوا التمره. هاد التمر كله يمشي على هاد الطريقه يتحط في الكسكاس الفوقه يتستف وتغطى بواحد الميكا وتقبضي داك ماء الورد او ماء الزهر يكون مرقي اما تلقيه نتوما تعطوه شي واحد في الاخوه يلقيه لكم وتحطوه لتحت في الكسكاس وتخليوه يطبخ. داك البخار غادي يبقى يطلع حتى تبان لكم الميكه اللي كاينه الفوق تقاست بالبخار غير تقاس ريضو لان لا لا لا, لا اطلع بزاف غادي يتحلل داك التمر يتعجن ما خصوش يتعجن خص غير يدوق داك البخار ديال داك ماء الزهر او ماء الورد تغطيه في واحد الميكه تسوف في الثلاجه ماشي في الثلج في الثلاجه عاديه وكل ما تبغيو تنعسوا تحطي راسك حطي قدامك واحد الكاس بحال هكا حطي فيه ثلاثه التمرات كي تحطي راسك وتبغي تنعسي كلي دوك الثلاثه كي تكوني بديتي كتعودي الريضو كلي ثلاثه. الا نطيتي تصلي الفجر تاكلي ثلاثه. الا بغيتي تولي تنعسي مور الفجر تاكلي ثلاثه. بين اليقظه والنوم ثلاثه ثلاثه. صافي؟ وباش ما يجيكمش ثقال ثقيل عليك التمر جيبي واحد التمر ما يكونش كبير بزاف.
يعني حتى لك اللي تي ثلاثة ما يضر لكش. واضح عندكم هذه ضروري، هذه ابتداء من هذا اليوم، لأنك غتبداو ديروا هذا الشيء هذا غادي تقطع داك السحر المنامي. دابا حنا واش رحنا نديروا؟ حنا شادين وكنضربوه وانتم كديوه للدار كيبقى يعلف، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين. فغديروا هذه الطريقه ديال التمر وغادي ديروا مسك اسود بحال هكا، بحال هذا يكون مرقي، وديروه في الملابس الداخليه قبل ما تنعسوا. لا قدرتوا ديروا واحد شويه في ودنيكم في السره في بلايص تاع الضفار بين الضفار واللحم في الرجلين في ما كان شي مدخل ومخرج تحت العينين، دوري على فمك يكون مرقي وتستعملوه بالليل مع داك التمر. كي غادي توقف هذا السحر ديال المنام غادي تكونوا بلاصه ما غادي داك الشيء اللي نديروه في عام غادي نديروه في نهار، غادي تقصروا الطريق بزاف. كلشي واضح؟ هذا المقطع هذا اللي شرحت فيه هذا الشيء راه مسجل، يعني دابا حتى لا تلفت لكم شي حاجه ترجعوا لهذا المقطع ديال الفيديو وتسمعوه تاع الحصه ديالكم. صافي بديو غمضوا عينيكم. كيش أولدي الله يرضى عليك. عييت المغرب كامل عيط. عييت شنو تاع 2024 تخيل هذا ديال 2023 واللي غادي يجي في 2030 والله ما بقاش فيك الرواح مروح. بديو على بركة الله هادشي كامل بغيت غير نعاونكم. الله سيدي الا بغينا غير نعاونكم حنا، انا كيبقى فيا الجن ملي كيكون مسكين مقيد وشدو ساحر دخلوا الجسد ديال الانسان ولزموا انه يخدمه، وداك الجن المسكين مغيب صحاب له راه كيدير انجاز وراه سعيد. وشو اسالكم بالله ماشي غباء، تلقى جني خلق الله حر طليق يطلع الطياره بلا فيزا يطلع وينزل بلا ورق، ما عنده لا كارت ناسيونال، ما عنده بطاقه الهويه، ما حياته هو حر طليق يمشي فين ما بغى ويجي فين ما بغى. فيقيد نفسه بواحد الجسم على غير الطبيعه البشريه الخلقيه ديالو، انا على غير الطبيعه الجنيه ديالو. كياكل ماكله غير ماكلته، يلبس كسوة غير كسوته، كينعس في وقت غير وقته، كيعبد الإله ديالو بطريقة غير العبادة اللي كيعبد داك الجن. فكيولي ملزم أنه يتعايش مع واحد الظروف واحد البيئة لا تعنيه بتاتا ولا تخصه بتاتا، لا من مطعم ولا من مشرب ولا من ملبس ولا من مرقد ولا من دين وعبادة. فأنا كنشوف أن هذا الجن غبي، وإن لم يكن غبي فهو مجنون، وإن لم يكن مجنون فهو مغيب، ولا غيكون داير داك السبات ديال الدببة اللي كيديروه في الشتاء كينعسو ست شهور وفيقو ست شهور. مغيب راقب، أنت في سبات عميق، والله العظيم أنت في نوم عميق. أنتم مغيبون، أنا كنعذركم، أنتم خصكم أطباء يعالجوكم. واش الجني ترك الفضاء الشاسع والكون الواسع والأرض الفسيحة الواسعة والزم نفسه أن يعيش في جسد إنسانه وهي مطوفات عند الرقات؟ هذا يضربه منا، هذا يجلده منا، هذا يستهزئ به منا. لماذا هذا التفاهة؟ لماذا هذا العيش المر المريض؟ علاش تضيع نفسك وتضيع الحياة ديالك؟ وإذا قمنا من مقامنا ومسكنا الصوت وبدأنا نجلدك، والله وتطلب طون بير وطون مير وطون فخير وتطلب الساحر ما يجيك حتى واحد، ما يعتقك حتى واحد، والو تاكل العصا تتشبع وتنوض،
وتقول انا قوي تولي عاود غدلي داك العصا تتبع بحال الحمار. مثله كمثل الحمار يحمل اسفار، ولا مثله كمثل الكلب تحمل عليه الهذوان التركويل. يعني الجن يذل نفسه، الجن يجعل نفسه يعيش في مذله، يعيش في حياه لا تعنيه بشيء. حياه ما كتب حياه الانس لا تمثل حياه الجن. الطريقه التي يعيش بها الانسي على هذه البسيطه لا تمثل بتاتا طريقه الحياه ديالك في كل شيء، حتى في الاعمار، حتى في الشكل. وهذا الشيء عاد احنا ما حنا نتكلموا غير على جني يعيش في جسد انسان. اما لو قلنا جني يعشق انسانا فمصيبه، هو عنده القرون وهي عندها ما عندهاش القرون، هو قصير وهي طويلة. هي أعمار أمتي بين 60 و70، وأنتم يروى في الروايات أن أعماركم تتعدى المئات والآلاف. غريب غريب، أنت مشعرك القرد وهي راك شو كده. شو حالك؟ حالنا خلقا و... سبحان الله العظيم، ما كاينش ضرة ديال التوافق، لا يوجد ضرة من التوافق. فلماذا تضيع نفسك وتضيع الايام والاعمار والعمر ديالك؟ عاد كتضيعو، كتضيع الوقت. هاد الوقت اللي كتضيعو لو كان راك مشيت للمالديف تبحر، واش جالس دير هنا؟ كون راك كنت مسلم لكم متعرض على هذا الدين، كون مشيت مشيت تقرا، سير تقرا ولدي. والله كتضيعو الوقت ديالكم، اقسم بالله كتضيعو وقتكم. فانا كنستغرب، والله الا كنستغرب ملي كتلقى جني وعنده العقل، وكان تقدر تطلع شي جني الان تسرعو وتسولو. مثلا انا في عمري 30 سنه، نقول لهم شحال في عمرك؟ قول كندي 180 200 بزاف، ضيعت راسك. والله سيدي لا ضيعت راسك، سنوات الضياع. والله سيدي لا سنوات الضياع. ولهذا المخلوق خصو يفكر بعقله، الى خلق الله وعطى عقل. الله راه ميزنا حنايا بالعقل، الله كرم الجن والانس عطاهم العقل باش يفكر. راه الله ماشي غير خلقك وعطاك عقل، ما عطاكش عقل باش تعيش، تعيش غبي، تعيش ساذج مغيب مسير. والغريب والاغرب في الامر كله شنو هو؟ عاود نزيدو هذه اضافه، كي يطلع يقول لك انا قلنا مزيان، لو كنت قوي لما خدمت انسانا. يعني اغلبكم الى سولناكم هنا يقول لك انا اخدم، نخدم عند ساحر، ولا انا فلان هو اللي صفت فلان الساحر. يعني لابد تلقى ان الحلقه فيها ربط وصل بين انسي وجني. ما يمكنش جني غير بانت له جسكم، كتلقى شوف 90% كتلقى الانس ضعيف. فلو كنت تسول شكون هذا الانس، تلقى واحد الانسان ضعيف عنده شيبه مبهدل، ولا تلقى شي عقروشه صيفطات ويقول لك انا شاوي. أنا من أين هاد القوة هذه وأنت بصفتك امرأة إنسية؟ منين غادي تكون عندك أنت السلطة والقوة اللي كتدعي القوة وأنت أرسلتك امرأة إنسية؟ عاقيس عجوز شمطاء تفاهة، قمة التفاهة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمين الأكملين على إمام الهدى أشرف الأنبياء وأتقى الأتقياء محمد النبي الأمي الصادق الطاهر التقي النقي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين المحجلين ما دامت السماوات والأرضين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الهدى أشرف الأنبياء وأتقى الأتقياء محمد النبي الأمي الصادق الطاهر التقي النقي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين المحجلين ما دامت السماوات والأرضين. بسم الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، توكلنا على الله واستعنا بالله واستجرنا بالله واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، توكلنا على الله واستعنا بالله واستجرنا بالله واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، تربة أرضنا بريح
طريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وغام ومن كل عين لام. أعيذك بكلمات الله التامات من غضبي وعقابه ومن شر عباده ومن شر إبليس وجوده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومصر ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شره ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض. بسم الله يرقيك والله يرعاك والله يشفيك والله يجيرك والله يجبرك والله يعيدك والله يعصمك والله يحفظك والله يرعاك. بسم الله يرقيك يوساوس الصدر وشكاك من الأمراض والأوهام نزغات الشياطين ومن الأسقام من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. بسم الله يرقيك والله يرعاك والله يشفيك والله يجيرك والله يجبرك والله يعيدك والله يعصمك والله يحفظك والله يرعاك. بسم الله يرقيك يوساوس الصدر وشتات الأمر. بسم الله يرقيك من الأمراض والأوهام من نزغات الشياطين ومن الأسقام من الكوابيس والمزعجات الأحلام. بسم الله. اللهم أبطل كل سحر جددوه في المنام. 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 اللهم أبطل كل سحر صنعوه في المنام. اللهم أبطل كل سحر جددوه في المنام. اللهم أبطل كل سحر جددوه في المنام. اللهم أبطل كل سحر صنعوه في المنام. اللهم أبطل كل سحر جددوه في المنام. اللهم أبطل كل سحر صنعوه في المنام. اللهم أبطل كل سحر جددوه في المنام. بسم الله العظيم الكريم. بسم الله العظيم الكريم.
يبطل كل سحر أطعموه في المنام، يبطل كل سحر جددوا في المنام، يبطل كل سحر سقوا في المنام، يبطل كل سحر جددوا في المنام، يبطل كل سحر صنعوا في المنام، يبطل كل سحر جددوا في المنام، يبطل كل سحر صنعوا في المنام. اللهم أبطل كل سحر جددوا في المنام، اللهم أبطل كل سحر جددوه في المنام، اللهم أبطل كل سحر صنعوه في المنام، اللهم أبطل كل سحر جددوه في المنام. بسم الله يبطل كل سحر عظيم صنعوه في المنام، جددوا في المنام، اللهم أبطل كل سحر صنع في المنام، في الليل والرؤى والأحلام، اللهم أبطل كل سحر صنع في المنام، في الليل والرؤى والأحلام، اللهم أبطل كل سحر جددوا في المنام، في الليل والرؤى والأحلام. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في المنام، في المنام، في الليل والرؤى والأحلام، اللهم أبطل كل سحر عظيم صنعوه في المنام. بسم الله يبطل كل سحر قوي صنعوا في المنام، جددوه في المنام، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، 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 وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، 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 وجاءوا بسحر عظيم. اللهم أبطل كل سحر قديم، اللهم أبطل كل سحر دام وطال، سنين طوال، سنين كثيرة، سنين طويلة، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين،
رب موسى وهارون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. اللهم بطل أسحار الجن 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 اللهم بطل اللهم بطل أسحار الجن اللهم بطل أسحار الجن اللهم بطل أسحار الجن اللهم بطل سحر الجن اللهم بطل أسحار الجن اللهم بطل أسحار الجن اللهم افضح أسحار الجن اللهم اخرج أسحار الجن اللهم بطل أسحار الجن اللهم جل أسحار الجن اللهم بطل كل سحر مأكول من الجن اللهم افضح كل سحر مأكول من الجن اللهم جل كل سحر مأكول من الجن اللهم بطل كل سحر مأكول من الجن اللهم جل كل سحر مأكول من الجن اللهم بطل كل سحر مأكول من الجن اللهم افضح كل سحر مأكول من الجن اللهم بطل كل سحر عظيم مأكول من الجن بسم الله يبطل كل سحر جددوه في المنام 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 في الليل والرؤى والأحلام بسم الله يبطل كل سحر جددوه في المنام في الليل والرؤى والأحلام اللهم بطل كل سحر جددوه في المنام جددوه في المنام اللهم بطل كل سحر جددوه في المنام جددوه في الليل والرؤى والأحلام اللهم بطل كل سحر صنعوه في المنام في الليل والرؤى والأحلام وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر دام وطال سنين طوال سنين كثيرة سنين طويلة سنين كثيرة سنين طويلة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه غباء منثورا فجعلناه غباء منثورا اللهم بطل كل سحر أينما كان وكيفما كان اللهم بطل كل سحر أينما توارى كان اللهم بطل كل سحر أينما اندس وكان اللهم بطل كل سحر أينما استخفى وكان
كان. اللهم ابطل كل سحر اينما اندس وكان. اللهم ابطل كل سحر اينما توارى وكان. اللهم ابطل كل سحر اينما توارى وكان. اللهم ابطل كل سحر اينما اختبى وكان. اينما استخفى وكان. بسم الله العظيم الكريم يبطل كل سحر عظيم. يبطل كل سحر عظيم جددوا في المنام. جددوا في الليل والرؤى والأحلام. جددوا في المنام. جددوا في الليل والرؤى والأحلام. صنعوا في المنام. صنعوا في المنام. في الليل والرؤى والأحلام. جددوا في المنام. جددوا في المنام. في الليل والرؤى والأحلام. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر جدد في المنام. بسم الله يبطل كل سحر جدد في الليل والرؤى والأحلام. اللهم أبطل كل سحر أينما كان وكيفما كان. أينما كان وكيفما كان. أينما استخفى وكان. اللهم أبطل كل سحر مأكول في المنام من الجان. مأكول في المنام من الجان. مأكول في المنام من الجان. بسم الله يبطل كل سحر جدد في المنام من الجان. يبطل كل سحر جدد في المنام من الجان. اللهم أبطل كل سحر جدد في المنام من الجان. اللهم أبطل كل سحر صنعوه في المنام. جددوه في المنام. صنعوه في المنام. جددوه في المنام. صنعوه في المنام. جددوه في المنام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. 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 وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. اللهم اجعل كل سحر جددوه في المنام هباء منثورا. اللهم اجعل كل سحر صنعوه في الليل والرؤى والأحلام هباء منثورا. اللهم اجعل كل سحر جددوه في المنام هباء منثورا. هباء منثورا. هباء منثورا. هباء منثورا. بسم الله يبطل كل سحر صنعوه في المنام في الليل والرؤى والأحلام. اللهم واجعل كل أسحارهم هباء منثورا. اللهم واجعل كل أسحارهم هباء منثورا. اللهم واجعل كل أسحارهم هباء منثورا. اللهم أبطل كل أسحارهم واجعلها هباء منثورا. واجعلها هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وخارون بسم الله العظيم الكريم بسم الله العظيم الكريم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر قوي يبطل كل سحر دام وطال غفلة وحلم في كل سمر وحلم بسم الله بسم الله يقضى إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اللهم واجعل كل ما صنعوا هباء منثورا اللهم واجعل كل أسحارهم هباء منثورا اللهم واجعل كل ما صنعوا هباء منثورا اللهم واجعل كل ما صنعوا هباء منثورا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون اللهم أبطل كل سحر صنعه جن في البطون والأمعاء اللهم أبطل كل سحر عقده جن في البطون والأمعاء اللهم أبطل كل سحر جدده جن في البطون والأمعاء اللهم أبطل أسحار المنام أسحار الليل والرؤى والأحلام اللهم أبطل أسحار المنام أسحار المنام أسحار المنام اللهم أبطل أسحار المنام اللهم أبطل أسحار المنام اللهم أبطل أسحار المنام اللهم أبطل أسحار المنام أسحار المنام أسحار المنام أسحار المنام اللهم أبطل 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 أسحار المنام اللهم افرح أسحار المنام اللهم أبطل أسحار المنام اللهم أبطل أسحار الرؤى والأحلام اللهم أبطل أسحار المنام في الليل والرؤى والأحلام تبطل أسحار المنام تبطل أسحار المنام تبطل أسحار المنام تبطل أسحار المنام تبطل أسحار الليل والرؤى والأحلام جددت في المنام صنعت في المنام جددت في المنام صنعت في المنام جددت في المنام وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون اللهم أبطل كل سحر اللهم افضح كل سحر اللهم جل كل سحر اللهم ابطل كل سحر اللهم اخرج كل سحر اللهم ازل اذى وضرر وضر كل سحر اللهم ابطل كل سحر اللهم افضح كل سحر اللهم اخرج كل سحر اللهم ابطل كل سحر يا رب العالمين اللهم ابطل اسحار الجن اللهم افضح اسحار الجن اللهم جل اسحار الجن اللهم ابطل اسحار الجن بسم الله يبطل كل سحر قوي عظيم بسم الله يبطل كل سحر قوي دام وطال سنين طوال سنين طوال سنين طوال سنين كثيرة إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وسحروا أعين الناس واسترغبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم اللهم ابطل أثره يا رب العالمين اللهم افضح أثره يا رب العالمين اللهم جل أثره يا رب العالمين اللهم أظهر أثره اللهم افضح أثره اللهم أبطل أثره اللهم جل أثره وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه غباء منثورا فجعلناه غباء منثورا فجعلناه غباء منثورا فجعلناه غباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا اللهم أبطل كل الأسحار يا رب العالمين وافضح كل الأسحار يا رب العالمين وجل كل الأسحار يا رب العالمين عظيمها وقديمها وقويها وجديدا لا إله إلا الله وبأمر الله يبطل كل سحر معقود في البطون بالعقد وبأمر الله يبطل كل سحر معقود في الأمعاء بالعقد وبأمر الله يبطل كل سحر معقود في البطون بالعقد وبأمر الله يبطل كل سحر معقود في البطون بالعقد يبطل كل سحر عقده جني في البطن بالعقد يبطل كل سحر عقده شيطان بالعقد ربطه شيطان بالعقد عقده شيطان بالعقد ربطه شيطان بالعقد صفده شيطان بالعقد صفده شيطان بالعقد اللهم فك كل عقدة عقدها جني اللهم دمر كل عقدة عقدها جني
اللهم حط كل عقدة عقدها جدي. لا إله إلا الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا مجيب دعوة المضطرين اشف اللهم يا رب مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم اشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا انقيدا ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف يا رب أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا انقيدا ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا مجيب دعوة المضطرين اشف اللهم يا رب مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم اشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا انقيدا ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم باعد بيننا وبين كل حاسد وحاسدة. اللهم باعد بيننا وبين كل حاسد وحاسدة. اللهم باعد بيننا وبين كل حاسد وحاسدة. اللهم باعد بيننا وبين كل حاسد وحاسدة وعائن وعائنة وساحر وساحرة. اللهم باعد بيننا وبين كل حاسد وحاسدة وعائن وعائنة وساحر وساحرة وظالم وظالمة. بعد السماوات والأرضين يا رب العالمين اكفنيهم يا رب بما شئت وكيف ما شئت إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أرض المسلمين جميعا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألم. علي اللهم رب راية الحق والدين صل الإسلام والمسلمين وقتل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربي ما كم صوب فمك وحدك ما كم خطأ أو سهم أو زلم نسيان في طريقة القراءة ودخول الكلام في النفس من الشيطان. والله رسولنا وبراء الله أعلى وأعلم الحمد لله رب العالمين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم.